علينا بالغزال الشهيرة بصابرين. شكرا لدير جيست، وشكرا كل سنة 4 سنين على التوالي يعني، ودايما يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم. أنا دايما بقول إن الفنان والجندي هما وجهين لعملة واحدة. ممكن نعمل فن وخلاص، لكن الأهم إن احنا نعمل فن ورسالة، وخصوصا لحبيبتنا مصر. فلما جالي الجماعة وزينب الغزالي والاستاذ وحيد حامد، بشكره جدا انه رشحني لهذا الدور، حسيت اني بصرخ من جوايا في كل مشهد بعمله واقول لا للارهاب، وتحيا شهدائنا اللي ماتوا في سيناء. لازم احنا كمان كفنانين نبقى هنا مجاهدين في حب مصر. تحيا مصر.